اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص، هنعمل مع بعض النهارده تجربه جامده جدا 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 بالصرصار الذكي. معانا نوعين، واحد اسمه باسيفيك والتاني اسمه نيون فلاش. هنفتح بقى الاتنين مع بعض ونحطهم على بعض ونشوف يا ترى بقى ايه الصرصار الذكي اللي احنا هنصنعه بنفسنا اللي هيكون اللون الجديد بتاعه. واو، بص بحاول بس افتح اول علبه صرصار. اوكي، لو الباسيفيك ونتفرج عليه بقى من جوه ونشوف لما نعمل التجربه الفظيعه دي اللي هيحصل. بص بس الباسيفيك شكله جامد جدا، تحس ان هو زي لون المحيط كده، لونه ازرق زهري. الله، شكله حلو جدا. تعالوا بقى نفتح نيون فلاش ونشوف بقى ده عباره عن ايه. اهو بص فتحته. الله، بصوا لونه بطيخي كده يجنن، وتحس ان هو بينور وشكله فعلا جميل قوي. بصوا لونه بقى جامد قوي قوي، اللون الاورنج اللي فيه اهو، شكله بقى جامد جدا، بيدي ضي كده حلو قوي. طبعا ده برايت اكتر بكتير من الباسيفيك. بصوا بقى لونه بيدي على بيك كده. الله، شكله جامد جدا ومختلف عن باسيفيك جامد. بصوا بقى بيمط كمان معايا، ممكن احنا نقطعه ونلعب بقى بيه، نخليه ينط. بصوا قطعته لكم، وممكن نخليه ينط، وممكن كمان نخليه يقعد نقعد نلعب بقى بيك عشان يكون ضد التوتر، وبنخليه ينط زي الكوره بالظبط، زي كوره الجولف او تنس. الله، ده كده اول واحد معايا. تعالوا نشوف تاني واحد اهو. بصوا عماله برده فعص فيه. بصوا ممكن برده ان انا اقطعه، وممكن برده ان انا اخليه ينط. هنعمل بقى التجربه كامله النهارده، هناخد بقى حته من ده على حته من ده ونشوف يا ترى بقى ايه شكل لون الصرصار اللي هنعمله بقى بيه، ويكون شكله عامل ازاي. اهو بصوا حطيت الاتنين فوق بعض وبخليه بقى يمط كده. واو، بصوا مط مني ازاي، ده شكله فعلا فظيع. ايه ده، بصوا تعمل زي لون البيجامه كده. اهو بصوا نخليه بقى يمط كمان وكمان، عماله بقى بعصوا. الله، اللون بتاعته بقى تجنن. ايه ده، بصوا بقى طلع لنا لون ايه في الاخر، ميتي لون موف كده. الله، بصوا شكله بقى جامد ازاي، لون الموف اللي فيه شكله فعلا يجنن. اهو بصوا، واو، الله ده شكله فعلا عجبني قوي. ولونه كمان جميل جدا ومعجبه بيه ان هو كمان مبدع، ممكن اقول لاصحابنا مش هيصدقوا ان احنا اللي عاملينه بنفسنا. لونه ايه ده، لونه جامده جدا، لون الموف تحسه ان هو بيربل جراي كده، شكله جامد قوي. قولي بقى في الكومنتات رايكم فيه، اتمنى ان هو يكون عجبكم. بصوا كمان قدر ان هو ينط ونقطعه برده عادي ونخليه ان هو يمط. الله، انا عجبني جدا جدا جدا. قولي بقى في الكومنتات رايكم فيه، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.